ودلوقتي نعمل كيك جميل بالتمر. تعالوا نتفق لو احنا التمر اللي عندنا كان بلح ابريمي اللي هو الناشف، اي بلح موجود، او لو عجوه او مثلا بلح لكن البلح هقول لكم عشان ممكن اتسال السؤال ده، البلح الرطب ما يفضلش لانه هيبقى في نسبه سكر عاليه جدا، في نسبه سوائل، في نسبه ميه برده، فهيلسع الكيك وهتلاقوه مدي طعم مش هو اللي هيناسب حضراتكم. وكمان الكميه بتاعه الكيك دي مش هيناسبها الكميه نفسها، تبقى مقابله ليه من البلح الرطب. فخلينا نتكلم عن العجوه او البلح الابريمي او اي نوع عند حضراتكم من العجوه اللي انتم بتحبوه. سواء بصوا انا مثلا لقيت عندي العجوه المفرومه اللي احنا بنحشي بيها البسكوتات، هتقول لا، بالعكس هتبقى جميله جدا جدا. انا هعمل ايه في العجوه دي؟ اول حاجه باخدها كده احطها هنا في اي حاجه في كاسرول. هنقول المقادير مع بعض. عندي كوبايه من التمر متقطع، سواء هو متقطع او حضراتكم حابينه متقطع ماشي، حابينه حتى انصاف ماشي، حابينه زي ما انا عاملاه كده بيوري ماشي. كوبايه ميه دافيه، نص معلقه صغيره بيكربونات الصودا، معلقه ونص صغيره من الحبهان المطحون، بتدي طعم حلو ما تخافوش، هتخلي طعم الكيك. نص معلقه الزعفران، عاملاه كيك صحي يعني جميل. لازم حطيت فيه نسبه الزبده قليله، ما حبيتهاش كتير. واللي عايز يشيل الزبده ويحط زيت ماشي، عايز يحط انواع زيوت تكون صحيه برده ماشي. طيب عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عندي 3 معالق صغيرين بيكنج باودر عشان الكيك دي تطلع جميل، يعني غالبا هياخد ايه كيس بيكنج باودر. طيب هاخد كده كوبايه الميه، انا بس عشان انجز في الوقت اسمحوا لي هاخد كوبايه الميه تبقى ميه سخنه. بسم الله، اهي شايفين حضراتكم، هسيب الخليط ده على النار كده جنبي هيبدا يغلي. شايفين ازاي؟ عشان انا ايه بحاول اعجل بالسرعه بان هو يبقى على طول يطرى معايا. وهروح عند الخلاط، اخد بقى الخليط بتاع الكيك. هعمل كيك عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. خلاص هاخد البيض الاول ونسبه السكر، وتقدروا نسبه السكر تستخدموا سكر بني او تقللوا نسبه السكر لان التمر او العجوه فيه نسبه سكر كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده كده. طبعا احنا بدانا ندخل في الشتاء، فالبيض الحمد لله مش هيبقى يعني ايه خايفين منه زي الاول، بس اهو اطمئنانا. وهناخد شويه السكر، انا هاخد نص كوبايه بس. طبعا السكر ده اختياري زي ما حضراتكم تحبوا. هاخد الفانيليا، واسمحوا لي ايه خلي هنا الزبده جنبي. ادي الفانيليا، نضرب بس الخليط ده الاول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل كده من اول بيضتين لحد 3 أو 4 بيضات. الخليط ده يستوعب لحد 4 بيضات بس، انا بوريكم ان البيضتين هيبقى ناجح وجميل. هبدا هنا اخد الزبده برضو هحطها معاهم اهي. خلاص، ويبقى ممكن مكانها زيت. هنا بقى هشوف البيكربونات الصودا، هي دي بصوا بقى هحطها هنا على الخليط اهي، هيفور كده شايفين ازاي، يقوم يطري البلح لو ناشف هيطري البلح. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، اهو فارت زي ما حضراتكم شايفين كده. نبص بصة هنا على الرز، بصوا الرز اتشرب وبقى جميل برضو ازاي، عشان نغرفه مع بعض. بصوا هسيبها تبرد شوية، الخليط ده لازم اقلبه كده واسيبه شوية. انا كده كده احطه في الخلاط فوق الخليط ده، هوريه لحضراتكم دلوقتي. مش عايزة احطه سخن قوي، لكن ايه ممكن نحط شوية شوية منه. هسيبه بس يبرد شوية كده عقبال ما احط على المكونات بتاعتي. شايفين الرز، هوريه لكم كده بشوكه سريعه عشان حضراتكم تبقوا شفتوه. بسم الله، اهو شايفين ادي الرز معانا. مين معانا؟ ريحانه.
هو ايه الاسماء الجميله دي اللي ربنا رزقني بيها النهارده؟ اهلا وسهلا. الو، صباح الخير. ايه الاسماء الجميله دي ما شاء الله؟ تسلمي لي. اتفضلي حبيبه قلبي. تسلم ايديكي على الحاجات الجميله دي. الله يسعد قلبك حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. حلوه قوي فكره الكيك اللي بالبلح دي، واحنا في موسم البلح دلوقتي. والله ان شاء الله تجربيها وتقولي لي انها عجبتك باذن الله. ان شاء الله نجرب كل وصفاتك، انت شيف بصراحه يعني جميله. الله يسعدك حبيبتي، اسلمي لي كل ذوق. بس جزور. عايز اسال حضرتك سؤال بس، هو احنا ممكن نغلي الميه المعدنيه؟ هي مش محتاجة مية تتغلي، مية معدنية. انت عارفة عشان الحاجات اللي طالعة. انا عارفة، بس هو المفترض ان احنا نغلي المية اللي من الحنفية لو انا ما عنديش فلتر وتتعقم وتهدى، هو ده التعقيم. لكن المعدنية اوريدي متعقمة يعني متقفلة خلاص تمام. ايوه. لكن المية العادية اللي من بره هي دي اللي بنعقمها، يعني لو ما عنديش فلتر انا هاخد المية من الحنفية في الكتل اغليه، وعشان كده بسيبه يهدى، مش لازم تحطيه مولع. لو هستخدمه في الطهي هسيبه لما يهدى، وهستخدم الكاتل دي هي اللي هتبقى الوسيله بتاعتي للتعقيم حتى اثناء الطهي. اشكرك. العفو حبيبتي، العفو، ربنا يا رب يعني يسترها جميعا علينا وعلى اولادنا وعليكم جميعا. على جميع اولادنا يا رب. تسلمي، امين يا رب. شكرا لحضرتك جدا، شكرا. فعلا هو طبعا دلوقتي الكاتل، كان زمان ما فيش الكاتل، كان زمان فيه البرادات. انا بحط تاتش زعفران، بصوا للقيمه، حطيت هنا البيكنج باودر، حطيت الحبهان، رشه بسيطه من القرفه، ودي اختياري لو حضراتكم مش عايزين، وما تستغربوش من اللي هعمله دلوقتي، رشه جوز الطيب. عايزه اقول لكم بس بسيطه جدا، وبعدين رشه الملح او ذره الملح، وهحط شوية لوز عندي، أو لو عند حضراتكم جوز اللي هو العين الجمل يعني هيبقى أجمل وأجمل. هقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض خلاص، وهبدأ أخد الخليط اللي أنا عملته هنا وسبته يهدى ويبرد عشان ما يبقاش سخن على الخلاط، وأطلع البطاطس دي مع حضراتكم. خلاص كده وصلت للمرحلة الجميلة اللي الواحد يحب ياكلها فيها فعلا يعني، ونقدم الرز معانا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بسم الله بسم الله، اهي هنقفل هنا، هقفل بس الكيك معاكم عشان وبعدين نقفل الرز. بصوا جميله ازاي. تعالوا بقى ناخد كده الخليط اللي انا عملته هنا واللي طري وبدا يبرد، اللي فيه خليط الايه التمر ده، بسم الله هضربه بس ضربه خفيفه كده في الخلاط مع الخليط اللي احنا حطيناه من البيض والسكر والزبده. ماشي الكلام اهو، ايا كان النوع اللي احنا عايزين نعمله. بس انا حبيت الفت نظر حضراتكم عشان ما تعملوش بالبلح الايه الرطب، لا بصوا بقى. ماشي حبيبتي، ناخد كده القالب بتاعنا. انا طبعا عايزه ادهنه، هدهنه بشويه زيت، وممكن تعفروه بشويه دقيق او بزبده وشوية دقيق، اللي متوفر عند حضراتكم الاثنين هينفعوا وهيبقى كيك جميل. طب لو انا ما عنديش القالب اللي هو ده، اعملوا في اي قالب يناسبكم. عايزين تحطوا ورقة زبدة، حطوا ورق زبدة هيبقى احلى، وندهنه بالزبدة والدقيق هيبقى جميل جدا. انا دايما بحب ادهن حتى فوق عشان لو الكيك عالي يبقى ايه في مساحة ان انا اقدر يعني يبقى كله مدهون. ده طبعا التمر ده مفيد جدا، مفيد للاطفال، مفيد للكبار، مفيد للسيدات الحوامل، ذكر كتير في القرآن الكريم، ويعني من أجمل السور كمان عندنا سورة مريم. تعالوا بقى كده نحط بقى الأول، هبدأ أخلط الخليط ده، الدقيق عليه الخليط اللي احنا ضربناه، شفتوا أسهل من كده مفيش. هنحط هنا الدقيق بعد ما خلطنا عليه الحبهان والحاجات الحلوه دي والزعفران ورشه القرفه وشويه اللوز الجمال دول، هاخد بقى نصب الخليط الجميل من التمر، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نقلبه بالسباتشيلا شويه شويه اهو. ادي الخليط. عايزه اقول لكم اربع حبات من التمر ده بتدي الجسم تقريبا 15% من البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي محتاجه على جسمنا على مدار اليوم.
عايز اقول لكم مفيد للعظم جدا، وفي نسبه مضادات اكسده بتحمي الجسم من الاصابه بمرض السكري ومن الزهايمر، يحسن من الذاكره جدا، مفيد للاولاد اللي عندهم انيميا. عايزه اقول لكم التمر ده اتذكر كتير في القران، يعني ارجو ان انا ما اكونش غلطانه، لكن تقريبا يعني يمكن يكون 20 مره مثلا، مش عارف 20 مره اه، في سوره الكهف والانعام، سوره طه وسوره المؤمنون وفي مريم، يعني في اكتر من سوره، يا رب اكون في سوره البقره طبعا. بصوا كده، بصوا هنقلب بقى الخليط كده، اللي عايز يخف الخليط ده مثلا بشويه ميه سخنه، او يعني ممكن اضيف كده شويه ميه سخنه صغيرين. لا 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 خالص، بالعكس، هو اول شويه ميه سخنه، انا حاطه نسبه الميه اللي مع التمر عشان يسيح على طول على النار. تقدروا تحطوا كوبايه الميه دي لحد كوبايتين ميه على نفس الكميه بتاعه التمر، من كوب الى كوبين ماء ونص تستوعب. بس كده هناخد بقى الكيك ده ونحطه في القالب. بسم الله، هز بس كده عشان نخرج لو في هواء ونظبطها. الفرن من اول ما اكون بدات فيه اكون بدات ان انا اسخن الفرن على حراره 180، ما بزودش اكتر من كده، 180 علشان على الشبكه في النص يبقى الخليط ممتاز. هناخد بقى دلوقتي القالب ده ونروح كده عند الفرن، هحطه، هقلل الحراره طبعا 180، هدخله هنا، وهياخد حوالي من 25 ل 35 دقيقة. خلوا بالكم الخليط ده تقيل، فالتقيل دايما ما بياخدش وقت زي الخليط الخفيف. دي أول حاجة، خليط الكيك الخفيف بياخد وقت أطول شوية وحرارة أهدى. بالنسبة بقى للخليط ده إن شاء الله من 25 ل 35، هقطع لكم حتة وتشوفوها. خليني بس الأول آخد الطبق الحلو ده، أحط عليه البايركس الجميل ده ونقدمه هناك، ونقدم شوية الرز كمان اللي باقيين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده وناخد بقى شويه رز ممكن نقدمهم في القالب الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ام محمود، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل عليك يا ام محمود. وحشتني يا شيف يا جميل. الله يسعد قلبك، ما تشوفيش وحش. مش امبارح خالص يا حبيبتي، كان في ماتش بقى، ما احنا كلنا كنا قاعدين عشان الماتش. ربنا يسعدك يا رب. امين يا رب العالمين يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. انت طالعه جميله، الله يسعدك يا رب. نعملها اعمليها بقى وقولي لي رايك. انا طالبه منك بقى طلب، ولادي مش عارفه اكلهم السمك، قولي لي حاجه نعمل لهم. نبدا بكفته السمك، عشان الكفته دي هتبقى جميله وهيتخدعوا فيها الاول. اه ما اعرفش ليه ما بيحبوش السمك، حتى جبت الاخر خالص اللي هو الفيليه ده. اه جبت الفيليه مقلي بس. طيب نعمل لهم كام وصفه حلوه كده ان شاء الله تعجبهم، بتوابل جميله بحاجات ظريفه كده. عينيا الاثنين ليك يا ام محمود. سمك بس، الله يسعدك. من عين، يا رب ابقى سبب ليهم يحبوا السمك يا حبيبتي. الله يسعدك، تسلمي لي. ادينا كده ويزودك تقوى وايمان وجمال وكل حاجه حلوه يا رب. امين يا روح قلبي، ما تحرمش منك ابدا. والله وانا كمان يا حبيبتي بحبك والله، كفايه محبتك دي على راسي يا حبيبتي. الله يسعدك. شكرا يا ام محمود، تسلمي لي. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. بصوا بقى الرز جميل ازاي، ما فرقش كتير عن الحبه وحبه، بس طعم لسان عصفور والله جميل. جربوه كده حضراتكم وقولوا لي. انا بس عايزه ايه، هنتكلم بقى عن الحاجات الحلوه اللي احنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده 5 دقايق هنشيل بس، نرفع ده كده من على النار، وبعدين هننزل تاني المقادير وافتح لكم اقطع لكم قطعه كده من الكيك حضراتكم تشوفوها. الكيك جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القالب
اقلب الرز، يا رب ينول اعجاب حضراتكم. طبعا مع البطاطس الحلوه دي اكل جميله مع طبق سلطه مهم. باكد على حضراتكم الخضروات، الحاجات اللي تزود المناعه، اللي احنا غالبا بطلنا نحطها في السلطه، الجرجير، البقدونس، الفجل، الفجل الاحمر والابيض. مهم قوي ان احنا نحط خضره يعني ورقيه. في ناس على فكره ما بتلاقيش الجرجير، بتحط ساعات السلق، بتقطعه رفيع قوي وما بيبانش. المهم ما نكترش، بس هيتاكل. طيب تعالوا بقى ايه، نروح نودي الرز هنا ونقطع كده قطعه ان شاء الله من الكيك. بسم الله. الكيك ده يعني بصوا يا جماعه، بصوا بقى، ده جوز، ده عين جمل اللي جوه ده، هتلاقوه عين جمل. يا رب يعني تعجبكم الكيك وتاكلوها وتتبسطوا بيها، والولاد كمان قطعه من الكيك دي معاهم تديهم باور في اول اليوم ومفيده ليهم جدا، ياخدوا حاجات طبيعيه من البيت. هننزل المقادير مره ثانيه عشان اصدقائنا اللي كانوا لسه منضمين للحلقه وما عرفوش احنا عملنا ايه. النهارده احنا عملنا طاجن بطاطس المحشيه لحمه مفرومه. هنزل المقادير ونقولها تاني. البطاطس اللي نقيناها مش بطاطس تحمير، وهي بطاطس طبيخ للاكل، ونقيناها وسط كده وقشرناها وقورناها قدام حضراتكم. اديتها بس تحميره كده في الزيت، حاجه خفيفه قوي، وممكن رشه زيت في الفرن. وبعدين عملت ليها العصاج، عباره عن لحمه مفرومه، ملح وفلفل، بهارات من اللحمه، بصل مفروم وفلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، مكعب مرق لو حابين، كزبره جافه وقرفه حسب الرغبه، وجزر مبشور. قلبت كل الحاجات دي الجميله دي، وبعدين سبتها تبرد وحشيت البطاطس. وبعدين عملت الصلصه اللي هي ثوم مفروم، عصير طماطم مضروبه في الخلاط طبيعيه ومتصفيه، عملت ملح وفلفل، رشه كمون، رشه جوز الطيب، مكعب مرق حسب الرغبه. وسبتها لما صلصلت شويه كده غليت مع بعض على نايف ناي، ورحت صبها على البطاطس بتاعتي. وطبعا الحشو بتاع البطاطس ما سبتوش، انا اديته تشويحه ورحت حطاه تحت في الطاجن عشان ارص عليه البطاطس. دخلته الفرن، خدت لها حوالي 25 دقيقه كده، زي ما حضراتكم شايفين شكلها جميل، تاكلوها بالف هنا وشفا. عملنا جنبها شويه رز بلسان عصفور، دلوقتي مخرجنا هيستعرضه، بسيط وجميل. حطينا تقريبا شويه زيت مع معلقه زبده او سمنه بلدي زي ما تحبوا، كوبايه الا ربع من لسان عصفور، ثلاث كوبايات رز، ملح وميه. وطبعا كل كوبايه رز جافه، يعني انا ما غسلتوش، هو حاطط لها كوبايه ميه مغليه او مرق مغليه. تقدروا تطعموه بفصين حبهان، تقدروا تطعموه بمستكه، بورقه لورا، باللي يريح حضراتكم. وادي الرز. هنبدا بقى نتكلم عن الكيك اللي بالتمر. والكيك اللي بالتمر ده من الجمال ان احنا نستغل الايه، البلح اللي عندنا، لو احنا شايفينه مثلا في الثلاجه بقاله شويه، نقدر نستغل الفواكه المجففه لو يعني حسينا نقطع منها صغير وندخلها في كيكات تفيد الولاد. عملت كوبايه من التمر، ايا كان بريمي ناشف او طري او فصصته او متقطع بيوري زي ما انا عملته كده من مطحون، حطيت عليه كوبايه ميه، وتقدروا توصلوا بالخليط ده لحد كوبايتين ونص ميه. وحطيت السكر والبيض في الخلاط ومعاهم الفانيليا، ضربتهم مع بعض. وبعدين حطيت الزبده، ضربتهم مع بعض. وبعدين كان الخليط بتاعي بدا يغلي على النار من اللي هو بتاع الميه والتمر. اول ما غلي حطيت البيكربونات الصودا، فار، قلبته مع بعض وسبته يهدى شويه. خدت الخليط ده ضفته على البيض والحاجات، ضربتهم كلهم في الخلاط مع بعض. كنت خلطت هنا مع الدقيق المكونات بتاعته، اللي هي رشه القرفه، رشه جوز الطيب، الحبهان، الزعفران، وقفلت، ورشه الملح طبعا، والبيكنج باودر. قفلت كل ده وخلطت عليه الخليط بتاع الخلاط عليه، وقلبت كويس، ودهنت القالب بتاعي ودخلته الفرن على حراره 180 على الشبكه في نص، طلع زي ما حضراتكم شفتوه. اسمحوا لنا ناخد تليفون معانا. اهلا وسهلا منال. اهلا مدام منال، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا قلت الحقك على اخر حاجه يا حبيبتي، ده شرف ليا والله، حظي جميل. معلش انا ما شفتش الحلقه من الاول، بس شفت الكيكه. يا حبيبتي تسلمي والله، احنا بس بنحب نسمع صوتك في الاول. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي تسلم ايدك مقدمه، وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه، والف مبروك للنادي الاهلي على ماتش الله التعبير. يبارك فيكي، تسلمي لي، مبروك لكل الاهلاويه بجد والله. حبيبه قلبي، منوره انت النهارده كده بالاحمر. حبيبتي ما انا قلت اقول لكم مبروك بقى بالاحمر. احمريكا، احمر الطرحه البيضه كده، وايه منوره كده. حبيبه قلبي انت احسن في كل الالوان. الله يسعدك مدام منال، شكرا ليكي، ما تغيبيش علينا بقى. قلبي.
حاضر يا قلبي. ماشي يا حبيبة قلبي، ربنا يسعد أوقاتك كلها. شكرا ليكي مدام منال، ميرسي إن أنا سمعت صوتك. طبعا دلوقتي بقى هنستسمع حضراتكم، هنستعد ونطلع استراحة ونستقبل مع بعض الفقرة الطبية. هيبقى معانا إن شاء الله في الفقرة اللي جاية دكتور مي. هنشوف مع بعض بعد الاستراحة موضوع مهم حضراتكم كنتوا طلبتوا نتكلم فيه، وأسئلة خاصة بيكم إن شاء الله بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.